فيلم آخر ينعرض الحين بالسينمات السعودية وهو فيلم 200 جنيه، لكن هالفيلم من أول عرض انقسمت الآراء حوله، فالبعض عجبه وقال إنه فعلا شكل عودة قوية لإسعاد يونس بعد غياب عن السينما، والبعض الآخر شاف إنه ما كان بالمستوى المتوقع بالحبكة. والكلام كنا سمعناه في مصر، فهذا العمل ما لقى صدى كبير من النجاح ولا حتى قدر إنه ينافس بتحقيق الإيرادات بالرغم من وجود نجوم الصف الأول فيه. يا مهون يا رب. بعض القصص تظهر وكأنها مقحمة على العمل أو كأن النجوم جم يأدوها كسكتش، ما فيهاش الدراما الكافية. أنت جايب صابرين باعتبارها صابرين علشان تنادي بس على ليلى علوي، طب يعني مشكلة كبيرة. يبدو أنه مو بس الجمهور اللي استغرب من الدور اللي قدمته صابرين بالفيلم، فحتى لما التقينا فيها بالعرض الخاص للفيلم وسألناها عن دورها كذا عبرت عنه. أنا عموما ضيفه شرف، وضيفه شرف لأول مرة تحصل، ولما قالوا لي ضيفه شرف هتعمل إيه ضحكت وجيت عملت من باب الفاني، يعني أنا أبقى مشاركة وخلاص يعني. وهالجملة ما توقفت على صابرين، فحتى اللي دخل وشاف الفيلم انصدم من المشاهد اللي قدمها أحمد السقا، خاصة وإن الكثار كان مشتاق لظهوره بفيلم سينمائي وتوقع بأنه البصمة اللي هيتركها هتكون أقوى. كابتن حسن، أنا استفدت إيه إن أحمد السقا مثلا في الفيلم؟ يعني قصة أحمد السقا كلها على بعضها فيها نوع من أنواع التكلف، إنه جدع وضرب الناس في الشارع وكأنه طالع عشان يقول الجملة دي. كان ممكن ينتهي الأمر عند هذا الحد، ولكن نروح للبيت ويجي له على أذنهم وبعدين يطلع السباك مراته حنان سليمان، فالسباك بالصدفة البحتة في المشهد ده تحديدا يعمل فوق السطوح فلازم يدفع هو القسط. والغريب أنه أحمد السقا ما حضر العرض الخاص أبدا ولا حتى أعلن عن الفيلم عنده على السوشيال ميديا، هذا اللي خلى فيه شكوك بمدى رضا عن الشكل اللي تقدم فيه. أنا ما شفتش من الأبطال، وده سؤال يجب أن يوجه طبعا للشركة المنتجة، حماس لده. يعني أنا ما شفتش، ممكن يكون أنا غلطان، إن مثلا أحمد السقا عمل حاجة تقول روح اتفرجوا على الفيلم. يعني حصر الدعاية في كلمة 200 جنيه لوحدها، كل دي حاجات بتحس إنه بتغطي على مجهود تاني كان مبذول يعني. بس وجهة نظر أحمد رزق عن هالكلام كانت مختلفة. دي شطارة من الشركة المنتجة، لأن هي قدرت فعلا تعمل بروي لطيف، الناس بقت حابة تعرف إيه موضوع ال 200 جنيه، إيه حكاية ال 200 جنيه، فتكرر كلمة 200 جنيه كتير في الفترة اللي فاتت، فبقت دعاية أول ما الناس عرفت إن 200 جنيه ده فيلم. ناس تاخدها عشان تعيش، وناس تسيبها لناس بلاشيش. معيش فتح. ونقدر نقول إنهم نجحوا أيضاً بالتسويق للفيلم من خلال الدعاية أو حتى البوستر الرسمي اللي شفنا فيه الكثير من الأبطال. هذا الشيء اللي خلى البعض يتوقع بأنه فيلم 200 جنيه هيسوي نقلة نوعية بالسينما. أعتقد أن الفيلم كان ينقصه الكثير، وهو أمر يعني لا يتماشى مع كون المؤلف محترف هو أحمد عبد الله، والمخرج طبعاً محمد أمين من أبرز مخرجين السينما المصرية في 20 عام الأخيرة. الفيلم يعاني من التفتيت الزائد عن الحد. خدي خويا ال 200 جنيه اللي قلت لك تنزلي. ما بحبش انا الورقه ام 200 جنيه. بادلنا كده ليه يا جماعه؟ دي نعمه عملوها برفق. اكيد انت واحد منهم. ومن وجهة نظر الناقد محمد عبد الرحمن، كان من الممكن الاستغناء عن بعض القصص بالفيلم. لازم ارجع للبوستر علشان اتذكر القصه، هي دي بقى النقطه اللي وقع فيها الفيلم، وكان ممكن حذف بعض القصص علشان الدراما يعني تستقيم شويه. ما تخليش الفلوس تسوقك وتوجهك. اوعى تصدق إن المال بيسبب السعادة. ويبدو إنه مو بس هذه المشكلة الوحيدة من وجهة نظره، فتشبيه البعض لفيلم 200 جنيه بفيلم كباريه وعمارة يعقوبيان كان ظالم. اختلف مع تصريح أحد المنتجين إنه شبه الفيلم بعمارة يعقوبيان أو حاجة لم تتكرر منذ عمارة يعقوبيان. القصة يعني في السينما أو في الفن ما ينفعش هذا التكرار، إحنا مش بنقارن بالكم، لكن فكره انه في فيلم بعد فتره طويله يبقى فيه هذا العدد من النجوم والنجمات اكيد كان شيء جيد.